اهلا ومرحبا بالمتسابق خليل ومشروعه واي فاي، خدمة يمن واي فاي. Thank you so much gentlemen for giving me another opportunity for stand up here again. التطبيق موجود الان تمام، لكن خدمة انه يعمل بدون انترنت وخدمة الرصيد هذا تعارضت مع شركة يمني. طيب خليني اوقف عند النقطة هذا، انت ذكرت انه انا في نص الليل الساعة 2 لا عاد معي رصيد يمنت، ولا عاد معي رصيد من عند حق الحارة اللي بيشترك منه، ولا معي فلوس كذا. فمن ضمن ما ذكرت انه في ماد عمل يقوم يرسل التطبيق رسالة الى يمنت، من العائلة ارسلها وما بش مع انترنت؟ بدون انترنت سنعمل على التطبيق بدون انترنت. ما هي الرسالة اللي ارسلها؟ رسالة SMS. SMS ايوه نعم. يعني معك رسيد SMS في هذا الحال. رسيد SMS نعم طبعا. رسيد عادي تمام. نعم عادي. طيب الرسيد SMS اي يروح لا يمنت. لا يمنت. ايوه يقول لهم ايش يقول لهم؟ هي رسالة التفعيل من التطبيق. من اين ياخذوا الفلوس؟ من حسابك انت ولا من اين؟ لانه لازم تدفع هذاك الوقت ما يسلفوكش. ذحين هم مقدمين. هو يكون حسابات مشتركة بين يمنت وبيننا، بين التطبيق، هيكون عقد مشترك. هذه يعني كروت الان... بحثة ماش واضحة. دقيقة يا أستاذ أشرح لك. الآن كروت، أنت وكيل شبكة ولديك كروت إنترنت. تستغني عن الكروت هذه وتدخلها بشكل ورقة أو بشكل أكواد إلى سيرفر يمنت. مجرد أنت الكاستمر سيرسل رسالة كود تفعيل، ستله رسالة نصية من سيرفر يمنت على رقم جواله برقم الشبكة بكود الشبكة. فهمت؟ طيب. فقط. وبعدين ومن عي حاسب الفلوس؟ الحساب وكيل الشبكة سيرجع بحسابات مشتركة بين يمن نت وبين وكيل الشبكة وبيننا، عقود مشتركة بالحسابات المشتركة. نهاية كل شهر ميلادي مثلا سنرى المبيعات والرجيع والباقي في السيرفر ليمن نت. إذن في هذا الحالة شوف الإشكال اللي أتواجهك، قضية الجانب المادي هذه مشكلة كبيرة. هم هل بيعملوا للوكيل هذا دفع زي ما تقول كريديت لاين، يعني يعطوه فلوس انه سقف معين يشتغل فيه قبل ما يدفع؟ هذه جانب تجاري. الجانب الثاني قضيه الشبكات اللي في الحاره، احنا تكلمت معك في المره الاولى عاد فيها اشكاليه، هي نفسها هي فيها اشكاليه امنيه على المستخدمين، بمعنى الخصوصيه، ما تعرفش كيف بيدخل على خصوصيه التلفون حقك، وذكرنا لكم مثل في هذاك الوقت. لكن بشكل عام الفكره حق المشروع حقك هي فكره طيبه، يعني هي تحل جانب من المشكله، لكنها مش واضحه المعالم. يبدو لي مش واضحه المعالم لك حتى وللجهات الذي هم الستيك هولدرز المعنيين اللي قاعد تشتغل معهم، مش واضحه الصوره. ذاتس رايت. ايوه تمام. فانت لازم توضح الموضوع هذا، ولازم يكون في معك منتج حتى نعمل له سيموليشن. يعني لو كان المفروض تعمل انت سيموليشن، لا ما قد بش يعني تعمل له تشبيه، يعني تعمل له تشبيه وتعمله وبعدها تنفذه. في البدايه انا طلبت منكم الضوء الاخضر او تصريح رسمي منكم لادخل على يمن نت لاعرض لهم مشروعي. الواي فاي وهو عبارة عن تقنية شبكة لاسلكية تتيح للحواسيب وبعض أجهزة الجوال والحواسيب اللوحية وأجهزة أخرى الاتصال بإشارات لاسلكية مثل محطة الراديو التي تبعث بإشارات عبر موجات هوائية ذات ترددات مختلفة. وفي الحقيقة يعد واي فاي إشارات عالية التردد. طيب يا خليل، وكانت الفكرة إنه وكأنك حتستخدم الشبكات المحلية في سبيل إنك تشغل النت اللي حتجيبه من يمن نت، صح ولا لا؟ لا، سننظمها، نقننها، نجمعها بتطبيق معين بدل العشوائية هذه. طيب لماذا مثلا ما نأخذ حارة معينة مثلا؟ نعم. ونأخذ الخمس الشبكات الذي فيها. نعم. ونشغل البرنامج في إطار هذه الشبكات فقط. نعم. وباقي الشبكات في الحارة الذي أنت فيها مبدئياً. يعني أنا مبدئياً. أنا أسألك كمبدئياً، أنت بتقول بتعانى صعوبة في يمن نت. نعم. وإحنا نشي نتجاوز الصعوبة هذه. نعم. لما لا يكون في تنسيق بين كل خمس شبكات، كل 10 شبكات في حارة معينة، إنك بترسل رسالة للسيرفر المشترك بين هذه الشبكات بحيث أقرب واحد منهم يجيب لك رصيد، يسلفك هذا الرصيد. ممتاز. التطبيق نعم يعمل هذا الشيء. أنا أريد التوسع، أريد ليس على نطاق حارة، نطاقي العاصمة، نطاقي المحافظة كاملة. هذا كان مخططي. طيب نخلي يعني لازم بهذه الحالة يكون في جهة مركزية اللي هذا هو المطلوب. أنا
فقط هذه النقطة البسيطة وانطلق. وهذه النقطة البسيطة التي أن التطبيق سيصل لكل موبايل يمني. سوف تأخذ منك مجهودا كبيرا هذه النقطة البسيطة. لكنهم مستفيدين ماديا وأمنيا وتنظيميا. لكن خدمة منكم فقط وصولي إلى يمني وعرض المشروع عليهم وأنا سأتقبل فكرة الرفض أو القبول. هل أنت مقتنع بوجود هذه الشبكات العشوائية في الأزقات والحارات؟ نعم. خلاص كويس. إذن أنت بنيت مشروعك إسعافي، الحالة مؤقتة، لكن ثقن هذا في المستقبل لا تقبل أعتقد أي بلد وشبكات اتصالات وغيرها أن يكون في هذه التداخلات لها أضرار على الإنسان، أضرار بيئية لها، عدا الأضرار الاجتماعية وغيرها اللي بتتمثل في عملية الاختراقات وهكذا. هي بتقدم خدمة ولكن للأمانة خدمة ما أعتقدش أنها هي ربما مفيدة. ولذلك يمن نت قلتها كيف أصل لهم؟ أبوابهم مفتوحة، تستطيع بإمكانك أن تصل إلى المدير التنفيذي لها وتتكلم وتقدم مشروع مدروس مرتب له أهداف وله رؤية واضحة ونتائج وتوقعات بالمخرجات وتسلم هذا الـ ما أعتقدش أن أحد، وستدعمك اللجنة عبر وزارة الصناعة والتجارة بتوصية رسمية. ممتاز. أنت شكرا. أنت الكرة في ملعبك أنت. شكرا. إذا كنت جاهز هم لديهم خبراء ومختصين ومهندسين يحكم عليك بكل بساطة، يقولوا مشروعك أوكي نتعاون معك، لكن لو وجود فيه لخابيط وتستخدم عشوائيات وفيها ضرر على المستفيدين والمشتركين وغيرها أنت لا تدركه، الهدف ليس تجاري في هذه الحالة وحدة، فبالتالي ربما يعتذروا لك. فأعتقد حط النقاط على الحروف. أعتقد أنه كل ما طرح هو حقيقة، لأنه أيضا في جانب اللي هو الأضرار البيئية، مثل هذا الواي فاي معظمها فيها أضرار بيئية على المستهلك وعلى المواطن وعلى الساكن، فيها أضرار بيئية، فنحوله إلى وزارة المواصلات ويمن موبايل، هم في هناك أخصائيين يشوفوا ما مدى قوة مشروع الأخ، وإحنا نتمنى له التوفيق والنجاح في مشروعه. نشكر كثيرا المتسابق خليل على الروح. شكرا. الروح القتالية. Thank you. يعني أنت مقتنع بمشروعك ودافعت عنه. I will fight. إحنا نشكرك على ذلك. I will fight. كثيرا. Thank you. Thank you so much. شكرا لجنة التحكيم. شكرا لك باشمهندس خليل. أستاذ أو دكتور إبراهيم شيبان، مثل هذه المشاريع كما تحدثت لجنة التحكيم قد تكون لها أضرار بيئية، هل يمكن برأيكم دعم مثل هذه المشاريع حتى وإن لها أضرار؟ دعم المشاريع هو تقوم على كما قال الباشمهندس غمدان، إنه لما تكون الرؤية واضحة. وقابلة للتطبيق وذات جدوائية، احنا لا يوجد أي مانع، بل هناك إلزام أخلاقي لدعم مثل العقول اللي بتقدم أمور واضحة ومشاريع واضحة. الأخ يعني ممكن أنه يعمل شورت كات للمشروع حقه ويعمل شركة وسيطة يقدم خدمة عبر هذا خدمة تسلفني مع يمنت، وصلى الله وسلم وبارك. يكون ليجل اكثر بدل العشوائيه. Thank you so much. Thank you. I appreciate your time. Thank you for your time. دكتور ابراهيم شكرا لجنة مرة اخرى. شكرا لك يا خليل، تقدر تفضل. نشكر اسامة الرائعة. Thank you. Thank you so much. تحية لخليل ولي اسامة خليل وللعمل الجيد الذي قدمته. Thank you. Thank you.